السلام عليكم. مي مختار، عندي واحد البروبليم هنايا بال 406 اش دي، كي نوضها الدوره تاع الموتور ماهيش نورمال. وعندي الانجكتور هذا كي نحيلو البيشه بقى نورمال، ما ترقدش السياره. هادو بكل ملاح. غير هذا، غير الفيشة هذه كي نحيها ما ترقدش السيارة، ما على باليش من هواه. وعندي المانو تاع السخانة، المانو هذا تاع السخانة هذا فاسد. وزيد دوك نشوفو كي نوضها من داخل. هاني طفيت كونتاكت، هاني شعلت، عندي المؤشر هذا يتحرك يطلع يعب. هي السيارة عندها عام وهي راكدة. كي جيت نوضتها خطرة الأولى ما دارت لي حتى مشكل، نعطيها نورمال. درك حاسها شغل قاعدة دور سي تروا، فهمت من هنا.